ولكن قبل الحديث عن هذه النقطة، لقطة ستوضح ربما يعني ستوضح ما حدث لشباب بوليزات بين المدرب ماركوس باكيتا والنجم طبعا قديورا. تعقيبك على هذه اللقطة رفيق، ثم تفضل بالحديث عن شباب بوليزات. صراحة اللقطة هذه غير مفهومة تماما وغير مقبولة. اللاعب هنا قاعد يتكلم مع المدرب، لكن ردة الفعل المدرب يعني غير مفهومة. المدرب مفروض يكون طب ممكن يعني تقول لنا، ممكن قديورة بيقول للمدرب ايه وضايقه بالطريقة دي؟ اكيد يمكن كان متنرفز، يمكن كان حاب يشارك او يساعد فريق، كان يريد إقحامه في المباراة يمكن، وممكن يكون بيحمل المسؤولية. أنت ليه ما دافعتش كويس؟ لأن شباب فريق شباب بوليزات لو خسر واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة كان هيبقى على أماله. أحمد نفس ما نقول إحنا، يعني داخل شباب بوليزات المباراة وهو أصلا فائز متأهل، يعني 0-0 داخل نتيجة التعادل. التعادل هذا كان يمكن يأهله للدور المقبل. طيب تحمل المسؤولية لماركوس باكيتا؟ أحمل المسؤولية للجميع، الطاقم الفني اللي من هو المسؤول الاول باكيتا، اللاعبين وردود افعالهم في الملعب، لانه رد يعني اداء ضعيف جدا صراحه، اداء سيء ولا رده فعل، ولا اكيد الاجواء صعبه ونفهم انه اجواء افريقيا صعبه، المناخ وغير ذلك، التحكيم ايضا لليوم صراحه اثر، خاصه مباراه في الهدف الاول اللي قلنا فيها انه شك في شكوك انه ضربه انه تسلل، ولكن انك تتلقى اربعه اهداف، انت ثاني ترتيب الدوري، انت بطل الدوري اربع مرات متتاليه، نشوف اهداف سهوله تسجيلها من طرف المهاجمين اليونغ افريكانز، الدفاع مختفي وسط ميدان، ما فيش غيابات مؤثره يعني على الفريق، غير صراحه انا التشكيله اشوفها تشكيله جيده مثاليه من وجهه نظر، على غرار بالخير اللي يمكن هو الوحيد اللي يعني دافع يكون مؤثر قوي، يمكن نقول عليه مؤثر، ولكن انا اللي نشوف ان تعداد شباب الوزداد يتوقف في 12-13 لاعب. انت فريق تريد تنافس على عده بطولات ومنها القارية، يعني لازم لك بنك احتياط قوي خاصة هجوميا، ولا لاعب لو نشوف غياب بالخير يعني أثر على هجوم الشباب كامل، ولا واحد قدر ياخذ مكانه، حتى انه مدرب لعب بظهير يمين لكي ياخذ مكان لاعب مهاجم. يعني انت ترى التشكيله مثاليه؟ تشكيله مثاليه، ولكن الاداء سيء، ردة فعل المدرب وتفاعله مع اللقاء غير مبنى غير مرضي. غير مرضي تماما. هيثم، تعقيبك على ما قاله رفيق وعلى ما حدث في مباراه اليوم وعلى الصوره الباهته التي ظهر بها فريق شباب بوليزاد وفاجاتنا جميعا بهذا المستوى الباهت. اكيد اتفق مع رفيق فيما قاله عن الفريق وعن تحمل المسؤوليه وعن اداء المتراجع قبل الماتش، وانت بتقول لي لو خسر اربعه يعني انا كنت مصدق. يعني بكلمك عن تعادل، بكلمك عن فوز شباب بوليزداد، عن خساره 1-0 ماكسيموم 2-0، انت في ايدك كل الحلول وعندك اشياء كثيره. ما سجلتش اوكي، ما تستقبلش اهداف اوكي، استقبلت هدف، انما الانهيار اللي شفته في الشوط الثاني كان غير طبيعي. فريق مش عارف يدافع، فريق مش عارف يقف على ارضيه الملعب، فريق مش عارف يقاتل من اجل التيشيرت اللي هو لابسه، اخطاء بالجمله دفاعية وهجومية. الحقيقة شفت النهاردة نسخة سيئة جدا بل رديئة لفريق شباب بوليزداد عن السنوات الماضية اللي شفتها له، أو حتى عن بداية هذه البطولة. أنت تدخل مرماك هدف بعد 40 ثانية من انطلاق الشوط الثاني، ده شيء غير مقبول بالمرة. حتى الدقيقة 82 أو 83 نتيجة 3-0 ممكن تتركها للأسبوع الأخير ويبقى فارق الأهداف، لأن هيبقى إيكوال فوزك على يانج افريكانز في الجزائر بثلاثيه وخسارتك منه في دار السلام بثلاثيه، ولكن اللعيبه في الدقيقه 84 حصل تراجع، حصل انهيار، مفيش رقابه، مفيش تغطيه، مفيش روح قتاليه على ارضيه الملعب، الامر اللي سمح لفريق يانج افريكانز انه يعمل مباراه العمر. انا من وجهه نظري مباراه العمر، مش هيعملوا مباراه زيها، واستحقوا المكسب الحقيقه عن جداره واستحقاق. بس كنا بنتكلم عن شك في الهدف الاول، الاهداف الثلاثه كلها رسميه. نتيجه 4-0 دي عشان تحقق احمد لازم يكون في بطاقة حمراء، يكون في مثلا هدف من ضرب جزاء، هدف من تسلل، انما الاهداف كلها صريحة واهداف كلها فيها اخطاء،
يعني تشعر ان فريق محترف بيلعب فريق هاوي. الانهيار اللي انا شفته النهارده في شوط تاني لفريق شباب الوزاد كان غير طبيعي، لابد من الوقوف والمحاسبه والمساءله على ما حدث في الشوط التاني في مباراه يانج افريكانز. بالفعل بعد هذا الاداء المخيب تماما لابد من الوقوف. ما حدث لهذا الفريق العريق شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري في السنوات الاربع الاخيره والفريق المتميز في دوري ابطال افريقيا طبعا في الفتره الاخيره، فطبعا نقول فريق متفوق في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات ويتخطى دوري المجموعات، اليوم خروج طبعا من الباب الضيق. فهارد لك مره اخرى لجماهير شباب بلوزداد. مواجهات ناريه لا تفوت جدول مباريات ربع النهائي دوري ابطال اسيا. مرحبا بكم في قناتنا. في فيديو اليوم سنناقش جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث اشتعلت المنافسة مع تأهل أربع فرق عربية، ثلاث منها من السعودية والعين الإماراتي، ليسيطروا على منطقة غرب آسيا. الزعيم الهلال يسعى للحفاظ على لقبه. يبرز بين الفرق العربية حامل اللقب الهلال السعودي، الذي يسعى للحفاظ على رقمه القياسي كأكثر ناد فاز بالبطولة أربع مرات. يواجه الهلال في ربع النهائي مواطنه الاتحاد الذي فاز باللقب مرتين من قبل. النصر والاتحاد في صراع سعودي خالص، يكمل النصر السعودي الذي وصل للنهائي عام 1995 عقد الفرق العربية في غرب آسيا، حيث يواجه العين الإماراتي بطل النسخة الأولى من البطولة. منافسات قوية في الشرق. في منطقة شرق آسيا تبرز مواجهات قوية بين الفرق المتأهلة، حيث يلتقي جيونوبك يوندي موتورز الكوري الجنوبي حامل اللقب مرتين مع مواطنه أولسان يوندي صاحب لقبين أيضا. صراع صيني ياباني. يكمل شاندونغ تايشان الصيني يوكوهاما إف مارينوس الياباني الذي وصل للنهائي عام 1990 قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي منطقة الشرق. مواجهات الذهاب والإياب. سنتحدث عن جدول مباريات الذهاب والإياب مع تحليل سريع لكل مواجهة. مباريات الذهاب: الاثنين 4 مارس العين الإمارات ضد النصر السعودية. الثلاثاء 5 مارس يونوبك يوندي موتورز كوريا الجنوبية ضد أولسان هيوندي كوريا الجنوبية. الهلال السعودية ضد الاتحاد السعودية. الأربعاء 6 مارس شاندونغ تايشان الصين ضد يوكوهاما إف مارينوس اليابان. مباريات الإياب: الاثنين 11 مارس النصر السعودية ضد العين الإمارات. الثلاثاء 12 مارس الاتحاد السعودية ضد الهلال السعودية. أولسان هيوندي كوريا الجنوبية ضد جيونوبك يوندي موتورز كوريا الجنوبية. الأربعاء 13 مارس يوكوهاما إف مارينوس اليابان ضد شاندونغ تايشان الصين. نتوقع مباريات مثيرة في ربع النهائي دوري أبطال آسيا مع صراع عربي عربي في غرب آسيا ومواجهات قوية في الشرق. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. شكرا لمشاهدتكم.